أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما المقصود بحالقة الدين؟ حالقة الدين الحسد، يحلق الدين الحسد، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين، فساد ذات البين، يعني فساد ذات البين. قال صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين يحلق الدين. لا، هو الحالقة، فساد ذات البين هو الحالقة، لا أقول يحلق الشعر وإنما يحلق الدين، فساد ذات البين، يكون بينهم تقاطع، يكون بينهم تدابر، غضب بعضهم على بعض ولا يتصالحون، هذا يحلق دينهم. نعم.